بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل من يرجو الله جل في علاه واليوم الآخر وجنته ورضاه واليوم وذكر الله كثيرا، راح يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله، لأن غالب أو أكثر أفعاله نيته أنها أن يتقرب فيها لله سبحانه. فإذا أراد أن يتقرب لله عز وجل ينبغي أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك العمل. مثلا حينما يأكل ويشرب، يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يأكل. كان يأكل مثلا وهو جالس، كان يأكل بيمينه، كان يأكل على الراحة. وقال للغلام في أحد الأيام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام في طريقة أكله وفي حياته كلها، بإذن الله عز وجل سبحانه راح نحشر معه في الجنة. من يستحق أن يحشر معه في الجنة ويكون بجواره هم أكثر الناس اقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. طيب كيف يكون الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا يكون بقراءة سيرته. نبحث في كتب السيرة، نقرأ كيف كان يعيش، كيف كان حتى يمشي. الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا فيه في كل خطوة، حتى في كيفية مشيه اقتدوا فيه صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يرجو أن يحشر معه في الجنة، فإذا حشرنا معه في الجنة وأكرمنا الله عز وجل بجواره، بإذن الله تعالى سنتذاكر تلك الأيام. نقول: يا رسول الله، كنا نقتدي فيك في مثلا الصلاة وفي التعامل مع الناس، وكنا نشوف حب الناس وتقبلهم للنصيحة، كل هذا ببركة الاقتداء بك يا رسول الله. طيب الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يقل قدوة، ممكن فلان يكون قدوة لي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء. لهذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما فلان ممكن تقتدي فيه بجانب دون آخر، وأما الأسوة فهو فقط عليه الصلاة والسلام. الذي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام سيكسب أولا قبول العمل، إذ لا ما يصح العمل إلا إذا اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام. شروط قبول العمل: الإخلاص لله سبحانه ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقبل العمل إلا بهذا الأمر، هذان الأمران. انزين، النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الأطفال؟ كيف كان يتعامل مع كبار السن؟ كيف كان يتعامل حتى مع الكفار؟ هذا راح نحصله في سيرته، وراح نعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى مع الشباب في برنامج المسلم الصغير. وخلونا نروح لهم. يا حي الله الشباب. الله يحييك. شلونكم؟ الحمد لله. الله يحفظكم يا رب. اليوم موضوعنا وايد حلو، عن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. دام النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم البشر، عندكم معلومات عنه، فأبي أعرف النبي عليه الصلاة والسلام شنو اسمه وشنو قبيلته. من يعرف قبيلته؟ قريش. قريش، صح، ما شاء الله عليك. انزين، من يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا. اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ما شاء الله عليك. انزين، أبي أم النبي عليه الصلاة والسلام شنو اسمها؟ آمنة بنت وهب. ما شاء الله عليك. انزين، النبي عليه الصلاة والسلام انولد في عام، من يعرف شو اسم العام هذا اللي ولد فيه؟ في عام الفيل. يا سلام عليك، في عام الفيل. انزين، اللي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل راح يكرمه بشغلتين وأمرين عظيمين في الدنيا، راح يعيش من أسعد الناس ومن المهتدين، لأن الهداية ما تكون إلا باقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. بدون الاقتداء فيه ما راح نحصل على الهداية. عشان كذي يوميا نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. منو أول ناس أنعم الله عليهم؟ الأنبياء. في آية ثانية الله قال: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ف
فمن الأنبياء أعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيوميا الله أمرنا نسأل الهداية إلى الصراط المستقيم، وما نحصل عليها إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لازم نقتدي فيه. زين شلون أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وليش ضروري أقتدي فيه؟ الحين راح أقول لكم ليش أقتدي فيه. لأن طريق الجنة ما راح تعرفه إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء فيه، ولأنك تبي تكون في الجنة مو في أي مكان، ودك تكون جار للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون بأعلى مكان في الجنة، الفردوس الأعلى، فلازم شنو؟ تقتدي فيه محمد عليه الصلاة والسلام. إنزين عشان تقتدي فيه شنو لازم تسوي؟ لازم تقرأ سيرته وتقرأ أحاديثه وتطبقها. مثلا يوميا تقرأ مثلا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، كيف كان هديه في الأكل، كيف كان هديه في التعامل مع الصغير ومع الكبير. عرفت طريقته؟ لازم تقتدي فيه باللحظة هذه. اتفقنا؟ اتفقنا. إنزين إذا اقتديت فيه شنو راح يكافك يوم القيامة؟ جنة الفردوس. جنة الفردوس. ليش؟ لأن الفردوس راح يكون فيها الأنبياء ومن ضمنهم محمد عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل راح يكرم اللي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بأن يحشر معه في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه، يعني أحسن من أكثر واحد أخلاقه حسنة راح يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. الموطؤون أكنافه، يعني من المتواضعين، الذين يألفون ويؤلفون، هذيلي هالصفات الثلاثة هذه هي صفات النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يقتدي فيه راح يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. إنزين سؤال، اللي يمشي بتواضع ودائم حريص على جماله ونظافته وأخلاقه، هل هذا يعتبر من المقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ أحسنت، صح، يعتبر مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا سمعنا اسمه شو نقول؟ عليه الصلاة والسلام. إنزين الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يمكن أنا أسأل واحد منو قدوتك؟ يقول أبوي وأمي. صح، شيء طيب يكونون قدوتك، لكن منو أسوتك تقتدي فيه بكل شيء؟ منو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام عليكم. ليش نقتدي فيه؟ قلنا عشان أعرف طريق الهداية والسعادة. أنا والله ما أعرف شلون الطريقة الصحيحة بالنوم، مثلا أنام على اليسار وعلى اليمين وعلى بطني. النبي صلى الله عليه وسلم شلون كان نام؟ علمنا أنه تنام على جنبك الأيمن. أحسنت يا فارس، ما شاء الله عليك. إنزين شلون كان يأكل؟ كان يأكل بيمينه، ما كان بيساره. كان يأكل واقف ولا هو قاعد؟ هو قاعد. فتقتدي فيه بكل شؤون حياتك، راح صحتك تصير زينة إذا اقتديت فيه. ما كان يكثر بالأكل ولا كان يحرم نفسه. مثلا تقتدي فيه بالنظافة والطهارة، تقتدي فيه بكل شيء، راح تعيش سعيد وصحتك البدنية تمام، صحتك النفسية، وتكون سعيد في الدنيا والآخرة. شو رأيكم من اليوم نقعد مع أمنا وأبونا وندش على اليوتيوب ونشوف مقطع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو رأيكم من اليوم؟ اتفقنا؟ كل يوم نسمع مقطع مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة عن سيرته وعن هدية، علشان الله يجمعنا معاه وين؟ في الفردوس الأعلى من الجنة. الله يحفظكم ويرضى عليكم يا شباب. إنزين نختم بالآية هذه، ماذا يقول الله عز وجل عن اللي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الله قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللي يطيع الله عز وجل ويطيع الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يرحمه، لأن الله قال لعلكم ترحمون.